بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير، نكنيم ويفتونا. في المقطع اليوم شوية شغلة مختلفة عن مقاطعنا المعتادة، وهي تتعلق بالمؤثرات السينمائية واللي يحب يمارس هذه الصناعة. هنا الفكرة اللي أبغى أتكلم عنها اليوم مش مباشرة على مثلا مقطع فيديو، وسبق وأنا تكلمت عن هذه الفكرة في مقطع قديم وكان شرح على كيوبيس 5، يتكلم عن كيف ممكن أنك من خلال مؤثرات صوتية تصنع مشهد أنت بنفسك تقدر تتخيل هذا المشهد بدون ما تكون فيه هناك صورة مرئية. ما بطول في الكلام ونجي نسمع الأصوات ونشوف ويش المشهد اللي ممكن نخلقه من هذه الأصوات. طبعا المقطع بيكون فيه طول بحكم انه راح نسمع الاصوات، راح نخلق المشهد، راح برضو نضيف عليها بعض التوزيعات السينمائية من آلات موسيقية مثلا، وبرضو راح نهندس المقطع بطريقة مش دقيقة واجد انما سريعة تناسب توضيح الفكرة. نسمع الاصوات. يعني هذا صوت ناس داخل مثلا مطعم او كافيه، او يعني هو مكتوب كافيه صوت عصافير، يعني اصوات ممكن نعتبرها اصوات خارجيه. صوت اهواش أو مضاربة، هنا سينجل صوت طلق رصاص، هنا صوت باب، هنا صوت قزاز يتكسر، هذا الصوت يعني صوت سيارة جاية، وهذا الصوت صوت هلع وأصوات. يعني أعتقد اللي سمع الآن الأصوات قدر يتخيل وش ممكن نصنع من هذه الأصوات. يعني فكرة بسيطة أتوقع بالنسبة لكم. أنا ما راح يعني أقول الفكرة، إنما لما نصنع المشهد ونشوف المشهد لنهايته راح تكون الفكرة أكيد وضحت، والإخراج حقها راح يكون بالنسبة لكم واضح. أكيد اللي قاعد يتابع المقطع يقدر يتخيل ويتوقع وش المشهد اللي راح نصنع. فنبدأ الآن نشوف صوت الجاردن، يعني هذه الأصوات غالبا راح تستخدم بعد فترة. هذا الصوت ممكن يكون هنا صوت الجاردن. أنا مبدئيا راح أنثر الأصوات والهندسة إن شاء الله بعدين. يعني هنا أنا أذكر عندي صوت سيارة، فممكن نقول إنه طريقة هذه. نشوف أنا عندي صوت باب، يعني هذا الصوت الباب أعتبر إنه مثلاً راح ينقطع صوت الجاردن، والرجل ممكن يكون دخل مكان. يعني هنا نقول إنه شخص دخل الكافي، فهنا راح ينقطع الصوت طبعا مع صوت كتب الباب. يعني شاء انا يعني ودي اكون دقيق واجد في المقطع، لكن عشان لا يطول واجد المقطع راح بس احط الافكار.
يعني واضح الآن أن يعني ضربة الباب انقلتنا من الخارج إلى الداخل، يعني حياة طبيعية داخل مقهى. أنا راح أعطي بعض الوقت علشان هذا الشخص اللي جاي يبغى يسوي مشاكل. أنا يبدأ موضوعه. معلش يعني الأصوات شباب، أنا لسه ما راح أبذل الأصوات، إنما بحط الفكرة هنا. هنا صار صوت الهلع. طيب برضو هنا راح اخذ من صوت الجاردن هذه. انا اعرف ان الصوت بمسافة كبيرة وراح اجيبه، يعني انا راح اعتبر انهم مباشرة يعني هلعوا وطلعوا برا، فننقل الكاميرا الى خارج المقهى. طيب هنا راح أنا أنهي المشهد. يعني شباب هي الفكرة بسيطة جدا، بس إنما يعني غرضي إنه يعني نعطي شوية بعض التنويع ونحط لنا أفكار في القناة. فالآن راح أوزن الأصوات. هنا طبعا مع بداية الشجار أنا أفترض أن يعني الجماعة بدأوا يطالعون، يعني خفت الصوت، يعني هنا المفروض يخفت الصوت فجأة. ما أعتذر شباب عن بعض الأصوات اللي ما هي دقيقة بالنسبة للفكرة، ولكن إن شاء الله تكون واضحة يعني القضية. طبعا الصوت المفروض انه يكون في نزول اكثر او ينتهي الصوت هنا، لان انا افترض ان الناس خلاص وصلوا لحالة من الذهول، قاعدين يراقبون بصمت، فما في اي صوت المفروض هنا يكون.
يعني هذا اتوقع ان الفكره واضحه، بس في بعض الشغلات الهندسيه اللي نحتاج اسويها. يعني مثلا هذا الصوت هنا نسمعه، يعني ما ادري، احس ان الصوت شويه يبغى له بعض التعديلات في موضوع الريفير. انا عندي الفلتر انا استخدمه هنا عشان يقلل مستوى الريفيرب الموجود في الصوت. طبعا يعتمد الشباب في شغلة في التوزيع السينمائي، هم أهل السينما هم أخبر طبعا بهذه المسألة، اللي هو وين الكاميرا فوين الصوت. يعني هنا مثلا هنا أنا أفترض أن المفروض الكاميرا تجي على الحدث اللي صاير وهو وصول سيارة، فيعني الصوت هنا المفروض أنه يكون فوكس على السيارة، فهنا راح يقل الصوت بالنسبة لصوت الأمبيانس أو الصوت الخارجي بالطريقة هذه. ممكن شباب يعني علشان برضو أزيد من فاعلية العمل أو المشهد، إن أحط صوت مشي خطوات وأوجه الكاميرا عليها. طبعا أنا أفترض الكاميرا إن هو في خيارك، أنت قاعد تفترض إن الصوت رايح على هذا الممثل اللي جاي إلى المقهى، فأنت راح تفوكس على صوت البوت أو صوت مشي القدم. لكن إن شاء الله تكون فكرة واضحة. نفترض أنه صار في صمت بعد ما طلع من السيارة. نعطيه مسافة علشان ما يوصل للباب. دخل. يعني هذا الزمن شباب اللي أنا حاط، يعني أفترض أنه قاعد يتوجه ويبحث عن شخص في المقهى موجود، لغاية ما وصل للشخص مباشرة بدأ مع العراق، لأنه هو جاي يعني متقصد. برضه هنا شباب مسألة الريفيرب أحب أن يعني أقلل منها. هنا برضو صوت يكون أقل. هنا برضه أفضل أن أرفع صوتهم شوية.
انا بالنسبه لهذا احتاج ان اسوي له ديلي، اعمله وايد حكم انه يعني هما يمين يسار، يعني الهلع في كل مكان صاير. طيب هاني لاحظ الفرق. يعني هنا راح ألغي الاستيريو علشان إنه هم طلعوا برا وصار الصوت مفوكس عليهم فقط. هنا داخل مقهى فيكون الصوت المون مفوكس على الجان وهم المحيط، إنما هنا خارج لا، هنا الكاميرا مفوكسة عليهم. فهنا مباشرة راح أقول له رايت وأطفي مباشرة بعد الخروج. الآن احنا خلصنا المشهد، باقي نضيف بعض المؤثرات السينمائية اللي تنفعنا في هذا المشهد، وأنا راح أستفيد من الأصوات الجاهزة عندي. ما دورت ولكن بحاول أشوف أشياء تفيدني. Thank you.
شغلة إيقاعية الآن المفروض تجي مع هو غش أو كنت في يدني هنا مثلا ما حبيتها. أتوقع أن الآن نحتاج فقط أن نختم المشهد بهذه الأصوات مثلا. شوف وين تجي. كده شباب نكون خلصنا المقطع، وآسف على الإطالة، إن شاء الله يكون مفيد. الفكرة نسمعها من البداية، وهذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم. تحية مني إليكم، أخوكم علي الزاهر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you.